تفقد وزير العمل الدكتور نضال القطامين أوضاع العمالة الأردنية المخالفة، وذلك خلال جولة قام بها على المولات والمطاعم وبعض المؤسسات. حصلت يعني غير راتبي، وصلت ال 300 دينار. هذا كان شغال من مؤقت في اللي هو ويليام، يمكن بعض الوزراء عندكم تعرفوا، سوري، روح سوري. هذا كان شغال معايا كم يوم. قديش اخذت اعطيتك؟ كانت كل مره يعطيني والله ما مش اروح اقل من 10 دنانير. وزير العمل القطامين قال بانه سيضرب بيد من حديد على من يخالف قانون العمل والتشريعات المعمول بها وتخفيف نسب البطاله بين الشباب الباحثين عن العمل، مؤكدا على اعتزازه بالعماله الاردنيه المندمجه بالعمل بعيدا عن ثقافه العيب، مبينا أن المطلب الرئيسي من العمالة الوافدة هي أن تكون مصرحة وقانونية. يا سيدي والله شفنا أنه ما في ثقافة عيب، اليوم كانت واضحة الجولة أنه في عندنا مطاعم زرناها وكان فيها عمالة أردنية مرتبة مندمجة في العمل، ما في عنده مانع أنه يقول لك أنا بشتغل سفرجي ولا ويتر ولا نادل في مطاعم وفي كافي شوبس. وأيضا العمالة المصرية احنا فخورين فيها كثير وبنشجعها وتكون موجودة معنا دائما. احنا هدفنا فقط انه يكون في عندنا عماله وافده مصرح لها ان تعمل. احنا بنرحب في العماله الوافده بكل الجنسيات، لكن ضروري ان يكون عملها ضمن لوائح وتعليمات وزاره العمل. اذا ما في تصريح معناته في خلل في المؤسسه اللي بتشغل اي عامل وافد بدون تصريح. هذا هو الهدف الاساسي من القيام بجولات تفتيشيه لوزاره العمل. شعرنا انه في على هاي المهنه اللي هي في المطاعم اقبال من قبل العماله الاردنيه والشباب الاردنيين، خريجين كليه عمون، خريجين مؤسسه التدريب المهني، رواتب ممتازه جدا، والشباب لابسين يونيفورم محترم وفي لهم وجبات، ويعني في ممكن يمتهن هذه المهنه على اساس يوفر عيش كريم له ولاولاده ويمتهنها الى ابد حتى ينتهي يعني تقاعده، خلينا نقول يبدا في التقاعد. شكرا لك. والتقى الوزير خلال الجولة عمالا أردنيين واستعلم عن أحوالهم المالية وامتيازاتهم وحجم العمالة الأردنية في هذه القطاعات، مشيرا إلى أن الشاب الأردني أكثر قدرة على احتمال العمل تحت الضغط، لافتا إلى ضرورة تقديم امتيازات مناسبة للعمال الأردنيين وحوافز تسهم في إقبالهم على العمل. حازم السردي، الحقيقة الدولية.